وكي قلت لك انا كنمثلوا حنا واحد العدد ديال الشركات عالميه. عندك هذه نينا، هذه نينا ميديكال، هذه ديال تقيبة الودنين، شي حاجه ممتازه. ماشي غنشكر لك انا سلعتي زعما ولا شي حاجه، ولكن انا كنت انا الممثل الرسمي ديالهم في المغرب. وعندنا هاد مارك ليد، ماركة ليد، هادي اللي شي حاجه مزيانه في الضوء بالنسبه للفيترينات، فيترينات ديال الذهب، ديال النقره، ديال الدياموند، ديال كل شيء. وعندك حويجات اخرين، يعني هذا اناليز، وكاين اباري اناليز، كاين لي باري ديال لي فينيسيون، يعني جميع الماتيريال اللي كيحتاجوا الذهبيه عندنا الحمد لله. ثالث مره ندخل نخش لل الستام تاعو، فيه كل شيء، والمعدات المعروضه فيها جوده عاليه، وحتى النتائج نتاع مثلا في مستوى التنظيف المجوهرات يعطيك، يقدم لك الفيديو ويبسط لك العمليه. كانوا يجدوا ليه واحد 30% حتى 40% من الخدمات الاوليه، اللي هي مثلا فريغ كيجيب لنا هو الماده الاوليه، تنرجع عليه في 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 الماده اللي هي مثلا كنحطوا لي بضعه كما بغاه هو، كيعاود يمشي عند تمشي البضاعه عنده هو، كيكملها مثلا كتنقص عليه الخدمه قليل، يعني كيربح الوقت. هادو موديلات، هادو كتمشي عنده ومن تما كيفرع لك الموديل اللي بغيتي. دابا بانوا لي موديلات اخرين جداد، وهاد الناس هادو ما كنعرفهمش دابا، يلا وليت تعرفت عليهم دابا، وان شاء الله نمشي ناخذ عندهم هاد الموديلات اللي عندهم ونخدمهم ان شاء الله باذن الله. دابا بما انه المعرض انترناسيونال، فنحن كمان قوينا الجهد ديالنا مشان يكون هذا المعرض مثل ما هو الانترناسيونال بالنسبه لجولدين، يكون انترناسيونال لنا، ويكون لنا يعني بالنسبه لنا للموديلات. وهكا كان في عندنا قفزه نوعيه بزاف، حتى الكليان ديالنا اللي شافوا اجوا زارونا بزاف، الكليان ديالنا كلهم عجبهم الحال وتفاجأوا، قالوا يعني درتوا قفزة نوعية جديدة. خدمة مزيانة ممتازة، يعني ما كاينش شي فرق بينها وبين تاع تركيا اللي كانت كتدخل في الأول، يعني ديك المنافسة ديال الساعة ديال تركيا جعلت الناس كيخدموا أحسن إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.